السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذه المرة على عكس العادة ما راحش نهضر على القراية، اوغوزمون كل حيات ما فيهاش غير القراية، فيها تاني لي فاكونس. دونك اليوم مي مالوغوزمون كيما نشوفو هاد العوام مع الكونفينمون مع كوفيد اي تو، مانا قاعدين غير في الدار، ماناش نصيبو واش نديرو، كيفاش نستغلو هاد العطلة الصيفية بصفة مليحة. دونك جيت جبتكم معايا افكار نقدرو نديروهم باش نستفادو من العطلة تاعنا ونبدلو لا روتين ونستمتعو بها. العطلة الصيفية أو أي عطلة أو وقت مستقطع ما فيش عمل ما فيش دراسة هو فرصة لنا أن نخلق عادات جديدة نكتسبها، واللي خلق العادات الجديدة هي يشفي أنك تعاود تكرار لهذه الحاجة حتى تكتسبها كعادة أبخي تولي عليك سهل القيام بها ما في وسط شغالاتك، في وسط القراية، في وسط العمل. دونك هذه فرصة أن نخلق عادات جديدة، واللي خلق عادات جديدة كاين يقول لك 20 ساعة مركزة في شيء تكسبك هذاك الشيء، تكسبك هذاك هذيك الحاجه الجديده. 20 ساعه لو كان نقسموها مثلا ساعه واحده فقط مركزه في هذاك الامر في 20 يوم نكون اكتسبناها. اخرين يقول لك العادات تختلف حسب العاده سهولتها وصعوبتها، كاين في سمانه متواصله كل يوم تدير نفس الحاجه تولي عندك عاده، كاين اللي يقول لك في 14 يوم، كاين اللي يقول لك في 21 يوم، وكاين اللي عادات حتى 30 الى 40 يوم. دونك توليك حنايا هذه فرصة رانا عندنا الوقت انو نكتسبو عادات جديدة. دونك راح نقسم لكم الافكار بجوست ننظمهم على مجالات كدا كدا كدا، ونقولكم في كل مجال على الاقل 5 افكار تقدروا تكتسبوها. اول مجال هو المجال التثقيفي والنفسي. بيان سور راح تقولوا لي دي قرايه انا في فاكونس اي تو، او جايين مجالات تاع المتعه، مي الفرصة تاع الصيف انه في هذا المجال مثلا المعادات عندها علاقة بتثقيف العقل وعندها علاقة، وخيرتكم عادات عندها علاقة بتطوير باي اكزامبل الشخصية. من بين العادات اللي نقدروا نديروهم جدد هو تعلم لغة جديدة، وبزاف دوموندوتو مني ندير لكم فيديو، ما نسيتكمش ان شاء الله نديروا فيديو اباغ على كيفاش لي زاستوش باش نتعلموا لغة جديدة. دونك ديروا في بالكم بلي تعلم لغة جديدة كتبوها في لاليست ديالكم، دوكا كتبوا كامل الافكار اللي راح نقولهم، كيما تسيبوش ديروا روحوا ضربوا طلعوا على ليست كل يوم ديروا فكرة على الاقل من هاد الافكار اللي راح نقولها اليوم. دونك تعلم لغة راح تشوفوا بلي الافكار الاخرى اللي راح نقولها راح تكون مرتبطة بتعلم لغة. مثلا اذا خيرتوا تعلموا لغة انجليزية ولا لغة فرنسية، كامل الافكار اللي راح نقولهم تقدروا ديروهم بهاد اللغة، منها متعة واستمتاع وافكار جديدة، ومنها راكم تطوروا في اللغة ديالكم. الفكرة الثانية في المجال التثقيفي وهو قراءة كتب. كامل الناس عم بالها وش الفايدة تاع الكتابات ايتو، مي نسحق هنا يا ناس فعل. دونك هذه فرصة اني نحدد قال في هاد الفاكونس راح نقرا كتاب، نكمل كتاب ولا زوج ولا ثلاثة. ومن الافضل اذا كنتو موالفين تقراو خيروا كتابات مجالات مازال ما قريتوهمش، واذا كنتو سي لا بروميير فوا تقراو خيروا كتابات اللي في المجال اللي نتوما تحبوه باش تقدروا تكملوا هذيك الحاجة. ان شاء الله اذا حبيتوا نديروا فيديو تاني على الكتب ونقترح عليكم بعض الكتب اللي انا شخصيا قريتها واستفدت منها جدا. اذا حنروحوا من العقل الى النفس، راح نطلب منكم انكم تتعلموا من بين عفايس جداد اللي مليح تتعلموهم في هالصيف، هي التامل ولا ميديتيشن ميديتاسيون. دونك هذه عفسه من العادات المليحه انه اي شخص يكتسبها، مليح تطبقوها، وهذه الصيف فرصه انكم تعرفوا عليها وتطبقوها في حياتكم. يشوفي برك تكتبوا ميديتيشن، تكتبوا تامل في جوجل ولا في اليوتيوب يخرج لكم دي فيديو كيفاش ديروا وشنو هو التامل وكيفاش ديروا وانتم جوست تتبعوا. الفكرة الأخرى والعادة الأخرى اللي حبيت تكتسبوها هي مرتبطة بالتنمية الذاتية. هنا عندكم تنمية ذاتية سواء على الصعيد الشخصي، يعني حنتعلم كيفاش مثلا نكون شخصية واثقة من نفسها أكثر، كيفاش مثلا شخصية كيفاش نتخلص من السلبيات اللي عندي، صعيد التعامل مع الأشخاص مثلا كيفاش نتعامل، كيفاش نطور مهاراتي في التعامل مع الأشخاص، كيفاش نفهم الآخر بصفة أفضل. ونقطة ثالثة على الصعيد المهني انه كيفاش نكون ليدر ولا كيفاش نكون شخصية قيادية ولا كيفاش اني نحسن من البيزنس ديالي ولا من المجال المهني اللي راني فيه. طبعا هاد الامور كما تشوفوا مرتبطة، كاين فيديو في اليوتيوب على هاد الامور، كاين كتابات على هاد الامور. ومننا ننتقلوا للنقطة الخامسة وهي الدورات. هنايا حبيت برك نفكركم بلي استغلوا في فتره الصيف باسكو كاين دورات
رائعه مجانيه. كاين بزاف دي سيت دوك نخلي لكم في الديسكريبسيون لي وين كاين دورات في كامل المجالات، تكتبوا برك واش راكم حابين دوره وفواش ويخرجوا لكم، وكاين دي غراتي وكاين لي بدراهم وكاين على حساب لي لونغ. دوك نخلي لكم دو لا تخوا سيت لي تصيبوا فيهم لي تقدروا ديروهم دورات ويعطيكم مام شهادات. الان ننتقل للمجموعه الثانيه، خيرت انها تكون مجموعه عادات الصحيه اللي عندها علاقه بالصحه ديالنا. هاد العادات راح ناخذهم على شكل تحديات، خمس تحديات تقدروا ديروهم في العطله الصيفيه. التحدي الاول هو يوم بدون مشروبات غازيه او بدون سكر. طبعا انا نقول يوم وانتم يوم، ابخي ولي زوج، ابخي ولي اسبوع، ابخي ولي عاده، اشاك فوا تزدو قد ما تحبوا. كاين العاده الدوزيام لي بيان سور دونتيست، حنقولها لكم انه غسل الاسنان كل يوم 3 مرات في اليوم، كل مره من 2 إلى 3 دقائق للحفاظ على صحه فمنا. لو كان طبقوا غير هذه نتفاداو بزاف 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 مشاكل في الفم. العاده الثالثه وهي الرياضه، انه نديروا عاده تحدي انه لازم نديروا سبور شاك جور ولا نهار بنهار، سا ديبون البروغرام اللي ديروه. ليسونسييل البروغرام اللي ديروه لازم تمشيو عليه وتاخذوه كتحدي. التحدي الرابع وهو تحدي بدون مثلا هنا خليتو ليبر، مثلا انا كتبت مثلا تحدي اكل الخضر والفواكه باسكو ما ناكلهمش بزاف بزاف، دونك تقدروا تبدلوه بوش ما حبيتو، سواء تحدي تاكلوا حاجه ولا تحدي ما تاكلوش حاجه، مثلا تنحوا المقليات ولا تنحوا فايس غير صحيه. والتحدي الخامس وهو تحدي شرب الماء بكثره، وهذا التحدي انا لازمني باسكو فريمون ما نشربش كامل الماء، دونك هذه فرصه اني نسيي ندير. وكاين دي زابليكاسيون لي يعاونوا على باغ اكزومبل كيما تاع الماء، كاين دي زابليكاسيون ولا في بلوك نوت ديروا دي رابيل على هاد التحديات كل يوم، اسكو درت هاد العفسه ولا ما درتهاش. المجموعة الثالثة وهي مجموعة المهارات ولا بين قوسين المتع الشخصية، عفايس اللي حنا نحبو نديروهم. دونك هنايا عندكم الاختيار، تخيروا شنو هي الحاجة اللي تحبو ديروها، راح تتطوروا فيها من مجرد هاوي لهذه الحاجة الى محترف فيها. كاين مثلا اللي يحبو الرسم ولا الكتابة، اذا تحب الرسم سي تطور من روحك تولي بروفيسيونيل، اذا تحب الكتابة سي يشوف كيفاش يكتبو كتاب سي يطور ماشي مجرد هواية. اللي يحب مثلا التصوير، اللي يحب التصوير يتعلم، وهذا دخله من على المجموعه الثانيه الاولى انه نقراو كتابات عليهم، انه نديرو دورات اونلاين على هاد العفسه، انه نشوفو دي فيديو في اليوتيوب. كاين ايضا فن الالقاء، اللي يحب الخطاب والالقاء كيفاش نلقي، وكاين هاد المهارات اللي حاب يتعلمها. طبعا ما ننساوش الطبخ والمنزل، فن ولا مهارة تنظيم المنزل ولا فن ومهارة الطبخ كيفاش نتعلم نسي نطور من روحي في هاد الأمور. بيان سور ما نقدروش نديروهم، تقدروا اللي يحب يديرهم كامل في خطرة، ولا تخيروا العفسة اللي تحبوها مثلا الطرز والخياطة. دونك هادو كامل الأمور نقدروا نديروهم في الصيف، وكامل هاد الأفكار يجونا كيما نكونوا نقرأ ولا كيما نكونوا نخدموا، مي في لي فاكونس نقضيوها غير ماكلة ورقد. المجموعة الرابعة والأخيرة ومهمة جدا بالنسبة لي وهي مجموعة العادات الدينية، اللي بيان سور لازم ندخلوها في حياتنا. طبعا هنا على حسب الشخص إذا كان ملتزم بهذاك الأمر أو لا. من بين الأفكار اللي حبيت نشاركها معكم، أولا انتظام في الصلاة، اللي مشي منتظم ولا نحاولوا كامل نسيو نلتزمو كتار غير يأذن نوضو نصلي، ونسيو نديروها عادة، نديرها اليوم تبني تقيلة دوما أبخي دوما حتى تولي لي العادة. من بين عادات مهمة أن نكتسبوها في حياتنا مثلا عادة أنه ورد يكون عندي ورد من القرآن كل يوم نقرأ هذا الورد، صادقون كل على حسب الأشخاص، كاين اللي يقرأ آية صفحة صفحتين جزء حزب، كل واحد على حسب وش يقدر، مي ليسونسييل ديمومة تاع هذا الأمر. من بين عادات تاني عادات الأذكار، لازم نسيو كيفاش ندخلو نكتسبو عادات، دايما ننساو مشغولين وبالحياه تو منسين نكتسبو عادات مثلا كيما كيما الاذكار الصباح واذكار المساء، نديرو ديزابليكاسيون دي رابيل عليهم سيلفو. بين الامور تاني اللي حبيت نشاركها معكم وهي نقدروا ننشروا شيء فيه اجر، مثلا تنشر في ستوري مره تنشر ايه، مره تنشر حديث يكون صحيح، مره تنشر
نورمال جوغ هاد العفسه راك قاعد وراك تتاليها ارجع لعدد المشاهدات اللي راهم يشوفوها ومنها تذكير للاخرين تاني. كاين ايضا اللي يقدر حفظ القران فرصه للناس تحب تحفظ القران خصو وقت لحفظ القران. ما ننساوش هاد الامور نقدروا نديروهم كامل في نهار نقدروا نخيروا كل يوم نديروا حاجه حتى نكتسبوها ننتقل الحاجة واحدة أخرى ليسونسيال جوغ مليح هاد العفايس دايما يدخلوا في حياتنا. فوالا خيروا على الأقل عادة ولا زوج اكتسبوها وانتقلوا لعادة أخرى وقولوا لي إذا عندكم أفكار أخرى ولا كاين يقولوا لي ديرنا تحديات مدوا لي أفكار تاع التحديات لاني راكم حابين نديرهم لكم وكيفاش نديرهم لكم. قولوا لي كامل أفكاركم في لي كومونتير وليوا شكون في الفيديو إذا عجبتكم شاركوها مع أصدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.